مرحبا بكم مشاهدينا ومستمعينا إلى حلقة جديدة من برنامج أجندة مفتوحة التي نخصصها للشأن المغاربي اليوم. بسقوط النظامين التونسي والليبي جراء الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية والحرية، تغيرت الخريطة السياسية في المنطقة المغاربية بشكل أعاد إلى الأذهان فكرة إعادة إحياء مشروع اتحاد المغرب العربي المعطل منذ سنين طويلة، والذي عقد آخر مؤتمر له عام 94. لكن هذه التغيرات الأخيرة لا تعني أن الطريق أصبح سالكا نحو ما وصف بسراب الوحدة المغاربية، فمشكلة الصحراء الغربية التي كانت العقبة الكبرى أمام فكرة الاتحاد لم يحدث بخصوصها جديد، بل إن توتر العلاقة بين الجزائر من جهة وليبيا وتونس الثورة من جهة أخرى ينذر بأن العلاقات بين بلدان الاتحاد لن تكون دافئة في المستقبل المنظور. إذن سنتناول في حلقة اليوم أثر التغيرات السياسية في دول المغرب على خريطة التحالفات في المنطقة وعلى مستقبل الاتحاد المغاربي. يشاركنا في مناقشة الموضوع في الاستوديو جلال الورغي مدير المركز المغاربي للبحوث والتنمية، ووحيد برجان عضو المجلس الانتقالي الليبي، وجمال ولد محمد القانوني والناشط السياسي الموريتاني، وسيكون معنا أيضا عبر الهاتف في وقت لاحق من هذه الحلقة من الجزائر العياشي دعدوعة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الجزائرية. إذن اتحاد دول المغرب العربي كان أحد العلامات البارزة التي طبعت خريطة التحالفات في شمال أفريقيا في السابق، وأصبح فيما بعد ضحية لهذه التحالفات حينما تعطل بسبب خلاف جزائري مغربي أقعده منذ منتصف التسعينيات. وهذه نظرة على هذا التكتل الإقليمي. تأسس الاتحاد في 17 من فبراير شباط عام 89، ويضم 5 دول هي المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا وليبيا. تعود فكرته إلى سنوات استقلال الدول المغاربية، حين كانت حركات التحرر تتطلع إلى اتحاد مغربي يحررها من الاستعمار. آخر قمة مغاربية عقدت في تونس عام 94. وتعطل عمل الاتحاد المغاربي بسبب الخلاف المغربي الجزائري حول قضية الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو. عدد سكان الاتحاد المغربي حوالي 89 مليون نسمة، أما الناتج الداخلي الخام لدوله فهو حوالي 376 مليار دولار. نبدأ نقاشنا في هذه الحلقة مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ جمال أو جلال الورغي. أستاذ جلال مرحبا بك. بعد 22 عاما على إنشاء اتحاد المغرب العربي الذي كان في مراكش بالمغرب عام 89، ما الذي تبقى من هذا الاتحاد الآن؟ إذا أردنا أن نتحدث بشكل إيجابي نقول أن شعور الشعوب المغاربية بالوحدة وبضرورة الوحدة لا يزال يعني ثابت، أمر ثابت في ومبدأ ثابت رغم التحولات ورغم التعثرات التي شهدها الاتحاد المغاربي كمؤسسة إقليمية أعلن عنها رسميا في العام 1989، ولكن هذا الشعور بالوحدة في اعتقادي أمر إيجابي، ونحن نعيد الحديث عن هذا الموضوع هو في حد ذاته دليل على أن هذا الأمر لا يزال يراود، وهو أمال ومن أهم أمال وتطلعات الشعوب المغاربية، لأن هذا الشعور في الحقيقة يعني يعبر عن نفسه سواء في حركة المرابطين، سواء في الحركة الموحدية، سواء في فترة الاستعمار حيث أعلن عن نجم شمال أفريقيا وهو تكتل من حركات تحرير وطني في فرنسا من أجل مجابهة الاستعمار، وأيضا ثم المكتب المغرب العربي في الأربعينات. ثم الشعور بالوحدة تتحدث عنها على الصعيد الشعبي، ولكن على الصعيد السياسي هل ما زال هناك شعور بالتوحد بين القادة السياسيين للدول المغربية؟ نعم أنا سأتيك. ثم مثل ما قلت اجتمعت الأحزاب الوطنية التي حققت الاستقلال وأنجزت الاستقلال في مؤتمر طنجة في العام 1958، فكل هذه في الحقيقة علامات على أن البعد الوحدوي في المنطقة المغاربية بعد راسخ وثابت. صحيح أنه اليوم بسبب هذه الأنظمة دولة قيام الدولة القطرية في الحقيقة بقدر ما يعني جاءنا بالاستقلال بين ظفرين، ولكنه في الحقيقة الأنظمة التي جاء بها يعني كانت في عمومها مترددة في تكريس الوحدة وفي تكريس هذا البعد. صحيح أنه أعلن في 1989 عن
انطلاقة قاطرة الاتحاد المغاربي، ولكن هذه القاطرة كانت متعثرة باستمرار، والسبب الرئيسي فيها ليس فقط الخلاف المغربي الجزائري في الحقيقة، أبرز طبعا، ولكن عمقها هو هذه الدول الدكتاتورية، هذه الأنظمة الاستبدادية التي تعيش في معزل عن شعوبها. فكرة الوحدة والاتحاد المغاربي هي فكرة في الحقيقة راسخة في كل شعور يعني مغربي وشخص مغاربي، ولكن هذه الفكرة مختطفة واختطفت إلى فترة كبيرة من قبل هذه الأنظمة الاستبدادية التي انكفأت على نفسها. واضح. اسمح لي هنا أن نتوجه إلى واشنطن مع ضيفنا هناك وحيد برجان، عضو المجلس الانتقالي الليبي. أستاذ وحيد، هل من المنطقي الحديث الآن على إعادة إحياء مشروع الاتحاد المغرب العربي في ظل ما وقع مؤخرا من تغيرات جذرية سياسية في المنطقة؟ واثنان من أهم الدول التي حدثت فيها الثورات هما دولتان مغاربيتان، تونس وليبيا. قبل كل شيء طبعا أنا حابب أن أؤكد على كلام أستاذ جلال والتاريخ الذي عبر عنه بتعبير صحيح وقيم. في هذه الفترة أستطيع أقول لك بكل وضوح أن حقيقة هو الرجوع للشعوب نفسها. إذا الاتفاقيات هذه لم تعبر عن نبض هذه الشعوب وقدرتها أن هي تجمع نفسها، فهي إشكالية في الحكام. بس أنا بقول لك الأساس زي ما قال الأستاذ جلال أن هي الشعوب في حد ذاتها واضح جدا أن هذا الأمر مهم لهم، وأنهم هم عبروا عنا بعدة طرق. نحن في تجربتنا الأخيرة هذه في التحام الشعب التونسي مع الشعب الليبي رأيناه بنظرة قوية جدا واضحة، ليس لها مرجعية دول وإلا سلطات ولا حكومات، بل هو تعبير شعبي صحيح وحقيقي. وعلى فكرة مش من تونس بس، نحن شفناها من اخواننا من المغرب، شفناها اخواننا من الجزائر واخواننا من موريتانيا. فالعمليه ان الوجود الاتحاد المغرب العربي عن مع شعوبها هذا وجود حقيقي، واذا الحكومات والاتفاقيات لم تعبر عن هذا الشعور فهي نقص في الحكومات. استاذ وحيد، يعني المفهوم من كلامك وكأن الأنظمة المغاربية هي التي أفشلت المشروع في حين كانت الشعوب تدفع باتجاهه، ولكن في واقع الأمر قرار إنشاء اتحاد المغرب العربي كان قرار قيادات وليس رغبة شعبية حينما أسس عام 89. أنا أعتقد أن أختلف معك في هذا الأمر. أنت أستاذ جلال عبر عنا في التاريخ عبر الحركات التحريرية. هل استشار الحكام حينها شعوبهم حينما قرروا تكوين الاتحاد؟ هم عارفين بهذا الشعور، وهم بالعكس هم يبنوا عليه لسبب سلطوي، يعني أن هم يحبوا يحكموا فيعبروا عن هذه الاحتياجات لشعوبهم ويحاولوا يمشوهم، كمثل القضية الفلسطينية. فهمني كيف؟ يعرفوا أن هذه الشعوب تلتحم بهذه القضية فيعبر عنها بسياسات هكذا هشة وليس لها قيمة. فالاتفاقيات هذه أكيد أن هي مهمة، أكيد أن الشعوب تحتجلها. هل هو الاتفاقيات هذه فعلت بطريقة صحيحة أو كتبت صحيحة؟ أعتقد أن نحن في الفترة القادمة لابد أن نظلها بنظرة جديدة، نظرة شعوب حرة ترى فيها بعض البنود والقرارات فيها بحيث أنها تعبر عن احتياجاتها الأنية والمستقبلية. هذا أعتقد أنه مفروض في المرحلة القادمة. طيب، تحدثت عن شعوب حرة، ليست كل الشعوب العربية والمغاربية حرة حتى هذه النقطة، ولكن هذا نقاش سوف نعود له بعد قليل في سياق الحلقة. أود أن أتوجه إلى باريس والأستاذ جمال ولد محمد القانوني والناشط السياسي الموريتاني. آخر قمة لاتحاد المغرب العربي كانت عام 94، هل يعني ذلك أن المشروع أثبت فشله واستحالة يعني تطبيقه على أرض الواقع؟ طبعا أن المشروع فشل، لأن المشروع لم يكن بالبداية أن يبنى على هواية سياسية حقيقية، إنها كان مبني على مجتمع بين السياسيين بغض النظر بتاتا عن دور المجتمع المدني ودور المجتمع السياسي بصفة عامة. كانت هي ليست مجرد علاقة بين زعماء سياسيين المغاربيين بغض النظر بتاتا عن من هي هوية الشعب. إن هوية الشعب معروفة بأنها ضرورية وأنها معروفة وأنهم عندهم هوية
قوية لبناء المغرب، ولكن دور المجتمع المدني كان غامض بتاتا، وكانت هنا كنت هنا هواية لزعماء المغاربيين أن يبنوا مجتمع، أن يبنوا مغارب سياسي فقط بينهم وضد المجتمع بصفة عامة وضد المجتمع المدني. نعطيك مثالين. أنا نعرف دور المجتمع، دور المجتمع المغاربي بصفة عامة والمجتمع المدني. كانت هنا منظمة يسيرها صديقي عمار صحابه للمجتمع المدني المغاربي، ولم يكن لها أي دور مهما كان الأمر في بناء المغاربية، لأن المجتمع السياسي بصفة عامة، لأن الزعماء السياسيين المغاربة آنذاك كانوا يخشون الدور المغاربي. إذن الهوية المغاربية لم يحكموها بعين الاعتبار، لأن ولذا فشل تماما بناء المغرب العربي. أستاذ جمال، قد يكون الفشل الشعبي. على أنت قلت أنه اتحاد سياسي وليس اتحاد شعوب مغاربية، وقد يكون فشل على ذلك الأساس، ولكن أنت تعلم وخير من يعلم بأن العوامل الموحدة لشعوب المغرب العربي هي تجمع أكثر من أي اتحاد أو تكتل إقليمي في أي منطقة أخرى. عوامل الدين، عوامل الثقافة، العوامل الديمغرافية، اللغات حتى، يعني هذه كلها عوامل تؤدي إلى أن هذا الاتحاد لا يحتاج إلا إطار قانوني حتى يولد، وهو موجود في واقع الأمر. طبعا، ولكن القانون، لكن الإطار القانوني يأتي بعد الطيار السياسي. إذن لابد تكون هنا هوية سياسية سليمة ومتابعة بهوية مدنية سليمة. إذن القانون، الإطار القانوني مهم، ولكن القانون يأتي من بعد. إذن المجتمع زعماء المغاربيين كانت هنا هوية سياسية، ولكن هوية سياسية بعيدة وعندها أهداف أخرى ما معلن بها. إذن الأهداف الحقيقية لبناء مغرب عربي، مغرب بصفة عامة مبني على هوية شعبية، كانت غابطة بتاتا غير موجودة. أنا لا أظن أبدا أن الرئيس القذافي أنذاك كان عنده هوية لبناء مجتمع مغاربي موحد أبدا. طيب أستاذ جلال، سمعت ما قاله أستاذ جمال من باريس، كان الاتحاد السياسي اتحاد فوقي ربما للقيادات، لا علاقة للشعوب ولدور المجتمع المدني فيه. وربما يعني حاول أن يقولها، ربما إن كنت فهمته جيدا، هو رغبة من القيادات لبسط نفوذها على الاتحاد. يعني الزعيم الليبي كان واضحا يريد أن يسيطر على الاتحاد المغربي، الملك العاهل المغربي الراحل أيضا كان يريد أن يفرض شيئا من السيطرة عليه. إذن هي طموحات شخصية لقادة من دول المغرب العربي وليس اتحادا شعبيا. هو هذا طبعا صحيح إلى حد كبير، يعني احنا، ولكن هذا لا يمكن أن يشوش. أنا أميل للحديث على أنه اليوم وبعد الثورات العربية الوحدة المغاربية تستعيد ألقها والأمل فيها يعود من جديد، ولا أريد أن نتحدث عن الفشل. نحن تعبنا من الحديث عن الفشل، وبالتالي فالحديث أنا أميل إلى أن أدفعه باتجاه كيف اليوم يمكن أن تستعيد الفكرة المغاربية والوحدة المغاربية ألقها من جديد. من خلال تشخيص الأخطاء وليس تغطيتها. نعم. أما فيما يتعلق بالتشخيص فأنا أتفق مع ما ذهب إليه الأستاذ جمال، وأشرحه أكثر عندما أقول أنه أصلا فكرة الاتحاد المغاربي لما أعلن عنها عام 1989 كانت في الحقيقة رد على انهيار المعسكر الاشتراكي، نهاية الحرب الباردة، وانهيار مجموعة يعني منظومات أمنية، وبالتالي تحرك قادة الاتحاد المغاربي آنذاك وهم في الحقيقة غير منتخبين ويحكمون بلدانهم بالحديد والنار، تحركوا من أجل إعادة التكتل الإقليمي، من أجل ضبط حركة المجتمع في تلك المنطقة، يعني ومراعاة مصالحهم وكيفية استمرارهم في السلطة. طبعا هذا هو هذه هي الخلفية التي انبنى عليها الاتحاد المغاربي في تلك الفترة. ولكن هل يعني هذا أنها كانت كلها سلبيات؟ فهم دبروا بهذه الطريقة، ولكن هي حققت، عمقت بشكل غير مباشر الفكرة المغاربية لدى الشعوب العربية. سبب فشل المشروع قد يكون ذلك ما تتحدث عنه، هو سبب فشل المشروع؟ لا، هو ليس سبب في فشل المشروع، ولكن هو سبب في إرباك المشروع. أنا أقول لأنه المشروع لم يفشل، المشروع مازال حي في قلبي وفي كيان كل مغاربي. وبالتالي في الحديث اليوم في الحقيقة بعد هذه الثورات التي لا تزال تعتمل، أنا في اعتقادي اليوم فكرة الوحدة فكرة راسخة،
خاصة إذا ما اعتبرنا أنه الثورات العربية اليوم لم تنجز فقط لأسباب داخلية، البحث عن العدالة الاجتماعية وعن الديمقراطية، وإنما أيضا التطلع من أجل التطلع من لديه تعليق صغير قبل أن نتوجه إلى الجزائر مع ضيف من هناك. تفضل أستاذ جمال. لازم نفرق بين مسألتين، هي الهوية الشعبية والمشروع السياسي. الهوية الشعبية موجودة والأخ ذكرها من قبل، هي طنجة 1958. الهوية لشعوب المغاربة للوحدة موجودة وهي أقوى اليوم من ما كانت 1958، ولكن الهوية السياسية غايبة. كان المشروع من 1988-89 هو مشروع بين الدكتاتوريين، وليست لهم أنذاك أي هوية للوحدة فقط، ولكن هذا كما نقوله كانت إكران دو فيمي، ولكن عنده أي هوية حقيقية. ولكن المجتمع والهوية الشعبية موجودة. أنا أعطيك أخي على سبيل المثال، إذا شفت في المغاربة الموجودين في فرنسا والمنظمات المغاربية المدنية الموجودة في فرنسا التي تعمل كل يوم على وجود مشروع مغاربي وحدوي، فهي موجودة وأكثر من أكثر درجة. قمنا في تونس في أفريل الماضي لتوحيد الشباب المغاربي، لتوحيد وحدة مغاربية عربية أم لا، محبة مغاربية فقط. إذن وهوية المجتمع، هوية المجتمع موجودة، ولكن يخصنا مسألتين. أولا هي أن الأحزاب السياسية اليوم، لأن الحالة 1988 والحالة اليوم قد تغيرت، وصبحت اليوم المجتمع المغاربي شيئا ما ديمقراطية تماما أو تقدم على الديمقراطية. لازم اليوم أن الأحزاب السياسية تتدخل في المشروع الوحدوي، والمجتمع المدني تحال له مكان أهم من ما كانت في المغاربة، ولكي ندخل فيها هوية سياسية، لأن المغرب اليوم متكامل. نعم. والهوية الوحدوية موجودة. اسمح لي هنا نتوجه إلى الجزائر عبر الهاتف. معنا من هناك الأستاذ العياشي دعدوع، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الجزائرية. أستاذ العياشي، دولتان من دول المغرب العربي تغير نظامهما، ليبيا وتونس. الدول الأخرى حصلت فيها تغيرات، مثلا المغرب هناك حديث عن إصلاح سياسي، دستور جديد، انتخابات على الأبواب. في موريتانيا عدد من الانقلابات، تغير النظام الذي وقع على اتفاقية اتحاد المغرب العربي والرئيس السابق معاوية وسيد أحمد الطايع الذي وقع على ذلك الاتفاق. الآن هناك عدد من الانقلابات ورؤساء جدد، توجه سياسي جديد. الجزائر وحدها التي ظلت على نفس النهج منذ 89 حين تم التوقيع على الاتفاقية. ما موقفها اليوم من إعادة أو التفكير في إعادة إحياء الاتحاد؟ شكرا، تحياتي لكل الزملاء وللمستمعين الأخوة المشاركين الذين وافقوهم تماما في التوجهات التي طرحت من طرفهم. فالنظام الجزائري كما تقول هو نظام تجدد، إنما سبق الأنظمة العربية المذكورة في التجديد في 89-90. أعتقد أن النظام الجزائري الآن نظام بدستور ديمقراطي تعددي انفتاحي ديمقراطي إلى غير ذلك. يعني هو فقط سبق ربما الأحداث العربية الأخيرة. وإن كان كما يقول البعض عن طريق الانقلاب على صناديق الاقتراع في انتخابات 90-91. هذه أقاويل لا دليل لها ولا برهان، تقال في كل انتخاب في كل الدول في العصر الحديث وفي القديم وفي الآتي وفي المستقبل. الانتخابات دائما حول هذا الكلام من عدة كل الشعوب، وكل الخاسرين وكل الراسبين وكل الذين لا يتمتعون بثقة الشعوب يقولون هذا الكلام. أما الشهود العالميين والإقليميين، الانتخابات في الجزائر أعتقد ولا فيه تقرير واحد في العالم يشكك في الانتخابات في الجزائر. إنما الجزائر الآن هي نظام ديمقراطي تعددي انفتاحي، وهو الآن في هذا فيما يتعلق بالواقع السياسي داخل الجزائر. ماذا عن الموقف السياسي الجزائري من اتحاد المغرب العربي الآن بعد المتغيرات التي عمت عموم دول المغرب العربي؟ الجزائر ما زالت على عهدها. أنت تعرف ويعرف الجميع أن الشعب الجزائري اختلط بدماؤه بدماء أشقائه في هذه الدول، ولذلك يبقى حريص كل الحرص على ذهاب الروابط الدينية الثقافية والأخوية والعمل باستمرار على تماسكها وتلاحمها، والتي طبعا هي عوامل موحدة معززة للوحدة المغاربية. وأن الشعب الجزائري يعرف أنها عصر تكتلات وعصر لوبيات، وما يفيد في مواجهة التحديات الآنية والمستقبلية سوى التلاحم لهذا الشعوب
وتعزيز الصف المغاربي على التوالي. ماذا عن التهم التي توجه للنظام الجزائري بالعمل على صعيدين؟ من ناحية زعزعة الوحدة الترابية المغربية، ومن ناحية ثانية الوقوف أمام الشعب الليبي حينما أراد أن يتحرر من النظام الدكتاتوري السابق. يا أخي، الجزائر معروفة، هي الجزائر ليست مسألة استرضاء أو استعداء، بقدر ما الجزائر لديها مسألة مبادئ ثابتة يجب أن تظل عليها الدولة في تعاملها مع الآخرين، وفي القضايا التي تتعلق بشعوب يجب أن تحترم وأن لا يتدخل أحد في شؤونها الداخلية. أعتقد هذا هو الرأي الصائب. أما ما دون ذلك فهي اتهامات تعلق فقط على مشرف قضية أو أخرى أو جهات أو أخرى، حتى وإن كانت تلك المواقف والثوابت هي المشكلة الرئيسية في عدم المضي قدما في الاتحاد المغاربي. يعني أنا أتحدث هنا عن مشكلة الصحراء الغربية ووقوف الجزائر وراء جبهة البوليزاريو، وتعلم أن هذه هي المشكلة الكبيرة التي أدت إلى، لن نقول فشل حتى الآن، ولكن تجمد جمود عمل الاتحاد المغاربي. يا أخي، الشعب الجزائري بادر في عشرينيات القرن الماضي بتنشئة حلف شمال إفريقيا، وهو الذي حضر مؤتمر طنجة في خمسينيات القرن، وهو يكتوي بنار الحرب، وأسس لفكرة اتحاد المغرب العربي كما يعرف الجميع بإزيرالدا بالنواحي الغربية أو بالضواحي الغربية للعاصمة الجزائرية. نعم. الاتحاد الذي أعلن عن ميلاده فيما بعد بالقطر المغربي الشقيق. إذا كيف لهذا الشعب أو لهذه السلطة التي كما قال بعض الإخوان ما عكست إلا رغبات الشعوب وإلا طموحات الشعوب في بناء المغرب العربي واسترحال المغرب العربي؟ إنما هناك ربما المشاكل في أن هناك تحولات عالمية وإقليمية وأخرى إيديولوجية هي التي أجلت أو تؤجل تأكيد وتشفيد هذا الاتحاد في طيب. استاذ وحيد برجان، اسمح لي ان اتوجه الى واشنطن هنا. استاذ وحيد برجان، الان وقد تغير النظام في ليبيا، نحن نعلم موقف الزعيم الليبي السابق معمر القذافي من اتحاد المغرب العربي، وما يعني الطريقه التي كان يتعاطى بها مع ذلك الاتحاد، وكما قال قبل قليل الاستاذ جمال، يعني هوس بعض الزعماء وهو من بينهم على السيطره عليه وان تكون له نفوذ وشعبيه في المنطقه المغربيه، وتوجه بعد ذلك الى افريقيا بعد ان فشلت مساعيه. هذه التغيرات الان ووجود مجلس انتقالي جديد في ليبيا ونظام جديد في ليبيا، كيف يؤثر على مشروع اتحاد المغرب العربي مستقبليا؟ طبعا التجربه نحن لتجربه معمر القذافي في الاتحاد كانت زي ما قلت يعني سلبيه جدا، وهو كان بالنسبه لي هو اسلوب من اساليب السيطره وحكم وسيطرة على الجيران وهذه الأمور. أما نقطة واحدة بس أحب أعبر عنها، هو أن الاتحاد بما هو زي ما تقول مقومات الحقيقية لن ينجح إلا في ظل شعوب حرة، هذا في رأيي. أعتقد أن إذا كان حتى يعني ما ينجحش نجاح تام حيكون نجاح زي ما تقول يعني غير كامل. بس في ظل هل تقول أن هناك بعض الشعوب في المغرب العربي التي لم تحصل على الحرية بعد؟ والله أعتقد أن هذا نعم، بكل صراحة يعني ما نحبش اللف يعني. طبعا ممكن في بعض الدول زي مثلا أخواننا في الجزائر يعتقدوا أنه هم مثلا في تجربة ديمقراطية وحرية، بس أعتقد أن هذا يعني مشكوك فيه. حتى إحنا في نقاشنا الآن لو تلاحظ أن يعني ظاهر أن في ميكانيكية الرد، يعني بمعناها أن هي أسلوب معين ليس بواقعية وحقيقة ليس بتجرد. يعني أنا ما أعبرش على إخواننا في الجزائر، إخواننا في الجزائر يعني إخواننا وحقيقة من الشعوب اللي احنا جيراننا مهمين جدا لنا، بس مهما كانت أعتقد أنه واضح أن هم يعني إن شاء الله يصلوا إلى في مرحلة أن هم يتمكنوا من حريتهم. أما بالنسبة للمجلس الوطني وتعبيره على المستقبل ليبيا، يروا الاتحاد المغربي أو المغاربي والشعوب المغاربية بالنسبة لهم هم بعد مهم جدا واستراتيجي، بل حتى مقومات الدولة الليبية الجديدة إن شاء الله لن تتفاعل بكل قدراتها إلا بهذا الاتحاد. يعني عملية ثروة ليبيا معروفة وشعبها بسيط وعندها أمال كبيرة جدا أن هي تؤسس دولة متقدمة، لن تستطيع
بغياب البعد المغربي وكذلك البعد المصري بالنسبة لنا نحن يعني كقدرات تقنية وقدرات ثقافة ثقافية واجتماعية. نعم. اسمح لي هنا نتوقف وإياكم مشاهدينا الكرام مع فاصل قصير ونعود بعده لمواصلة نقاشنا حول إعادة إحياء مشروع اتحاد المغرب العربي الكبير. كن أول من يعلم بآخر مستجدات الأحداث من بي بي سي. اطلع على أحدث عناوين وتفاصيل الأخبار أينما تكون. ابحث عن الأخبار التي تهمك وشاهد مقاطع فيديو على هاتفك المحمول مباشرة. خدمتنا مجانية لكن عليك تحمل تكلفة الاتصال بشبكة الإنترنت. موقعنا على هاتفك bbcarabic.com/mobile. أهلا بكم مجددا. كما ذكرنا شهدت تونس وليبيا ثورتين غيرتا ملامح الخريطة في شمال أفريقيا إن لم يكن المنطقة برمتها. فكيف بدت مواقف الجزائر والمغرب وموريتانيا إزاء ما حصل في ليبيا وتونس؟ الجزائر التزمت الصمت إزاء خلع الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، ولم تعترف إلا يوم الخميس فقط بالمجلس الانتقالي ممثلا للسلطة الجديدة في ليبيا، كما أنها استقبلت عددا من أفراد عائلة القذافي بعد هروبهم من ليبيا. أما المغرب فالتزم أيضا الصمت إزاء إسقاط رأس النظام في تونس، لكنه كان ثاني دولة مغاربية بعد تونس تعترف بالانتقال الليبي. وزير الخارجية المغربي كان أول مسؤول أجنبي يزور ليبيا بعد سقوط طرابلس. وفيما يتعلق بموريتانيا فإنها لم تعترف بعد بالمجلس الانتقالي الليبي، وإن كان الحزب الحاكم فيها وأكبر أحزاب المعارضة أيضا رحب بانتصاره. أعود إلى الأستاذ جلال الورغي معنا في الاستوديو. ربما كانت من أكبر العوائق أمام يعني عمل أول عمل اتحاد المغرب العربي مسألة الصحراء الغربية والإشكال بين المغرب والجزائر حيال ذلك. هناك نقطة أيضا حدثت مؤخرا وهي الموقف الجزائري من الثورة في ليبيا، ولكن أسألك عن النقطة الأولى، ما السبيل إلى تجاوز ذلك الخلاف الصحراء الغربية؟ الحقيقة أنه نعم مشكلة الصحراء الغربية تمثل مشكل حقيقي وأساسي في إعاقة تقدم الاتحاد المغاربي، ولكن أعتقد أنه هذا أيضا يتعلق بموقف الحكومات والأنظمة وليس موقف الشعوب، وبالتالي على النظامين الجزائري والمغربي أن يتجها إلى حل هذه المشكلة، وليس هنا أمامهم خيارات كثيرة في الحقيقة في ظل هذه التحولات الدولية والإقليمية والتكتلات. اليوم نحن نتحدث عن تكتلات إقليمية بارزة، فلا يستطيع وليس أمام الجزائر والمغرب والاتحاد المغاربي إلا أن يحل هذه المشكلة. صحيح أن يعني هنالك إرث تاريخي وعداء تاريخي يعني هنالك إرث نفسي للأسف الشديد، تراكمات على مدى سنوات طويلة، تراكم بين، ولكن عالم السياسة والتحولات الدولية تفرض أن نتجاوز كل ذلك. اليوم يعني يمكن أن تتحول هذه المنطقة الشبه المتنازع عنها في الحقيقة إلى منطقة للتكامل بين هذين البلدين وللتكامل بين داخل الاتحاد المغاربي كله. وبالتالي فإن اليوم في الحقيقة التفكير في محاولة الإبقاء على هذه المنطقة كمنطقة توتر بين المغرب والجزائر، وبالتالي منطقة إعاقة لانطلاق قطيرة المغرب الاتحاد المغاربي هو في الحقيقة غير مقبول. اليوم هنالك أيضا هنالك ضغط دولي حقيقي من الولايات المتحدة الأمريكية ومن أوروبا بصفة عامة في الضغط باتجاه حل هذه المشكلة. طيب، لأنها مشكلة تمثل في الحقيقة يعني تسبب نوع من كأنها بوتقة توفر محضا للإرهاب في منطقة. طيب، المغرب في العربي، وبالتالي حل هذه المشكلة من شأنه أن يفكك هذه. طيب، هذه العياشي دعوة من الجزائر، هل بإمكان الجزائر والمغرب فعلا أن يتجاوزا هذا المشكل أو إشكالية الصحراء الغربية بما فيه خير الاتحاد المغرب العربي، باعتبار هذه المشكلة هي أكبر المعوقات أمام ذلك؟ طبعا مسألة الصحراء الغربية مسألة أممية الآن، ولو تقف الجزائر والمغرب، إذا كان تقف الجزائر والمغرب على طرفي الحبل، لأن هذا الشعب الصحراوي هو شعب مغاربي أيضا، يجب أن يفكر في مصيره. صحيح. من كل المغاربة
اذا في المساله هي مساله مغاربيه مغاربيه، لكن الان ما دام مطروحه على بساط البحث وعلى طاوله محادثات على مستوى الامم المتحده، فالشرعيه الدوليه هي التي تفصل في هذا الموضوع، وما تكون الجزائر والمغرب سوى شقيقتين متجاورتين لا خيار لهما عن بناء مستقبل الامم الظاهر وواضح ويفيد الشعب ويفيد كل الشعوب المغاربيه بما فيها شعب الصحراء الغربيه. شكرا جزيلا لك. نعم شكرا جزيلا لك العياشي دعدوع رئيس الكتله البرلمانيه للحزب الحاكم في الجزائر. وأتوجه الآن إلى فرنسا وضيفنا هناك جمال ود محمد. أنتقل إلى النقطة الخلافية الأخرى التي يعني حدثت مؤخرا، وهي موقف الجزائر من الثورة في ليبيا، يعني وقوف النظام الجزائري إلى جانب العقيد معمر القذافي الزعيم الليبي السابق، وأيضا رفضه الاعتراف بالمجلس الانتقالي حتى وقت متأخر. هل يمكن أن يشكل ذلك أيضا يعني حاجزا أمام نجاح عمل الاتحاد المغربي العربي؟ طبعا طبعا، ولكن لو سمحت نرجع قليلا إلى قضية الصحراء. أنا أؤمن شخصيا بأن قضية الصحراء مهمة للوحدة المغاربية، ولكن نعتبر لو كانت القضية الصحراء غير موجودة، هل نظن كلنا أن المغرب العربي المغرب اليوم يصبح وحدوي أم لا؟ أؤمن شخصيا لا، لأن مشكلة الصحراء مهمة وليست لن تكون هي المشكلة الوحيدة، لأن لم يكن هنا أي وحدة مغاربية لو مجرد ممكن تكون قضية صحراوية غير موجودة. الآن أضيفت إليها مشكلة أخرى وهي العلاقات بين الجزائر وليبيا. أيوة هي مشكلة علاقة. طبعا نرجع إلى قضية الجزائر، أنا أحتسب شخصيا عن قضية الجزائر هي خطأ سياسي فادح، لأن هوية الشعب الليبي كانت الحرية، ولازم لأن الجزائر تحترم هوية الشعب الليبي مهما كان الأمر. ولكن نحتسب شخصيا أن مشاكل أخرى عند الجزائر، وجود قوات الناتو في حدود الجزائر نحتسب شخصيا أنها طرحت لهم المشكلة، ونظر الحكومة الجزائرية وعلاقتها قوية وضعيفة ومشكلة مع سيادتها تطرح لها مشكلة مع قوات الناتو، هل هذا يفسر موقف الجزائر؟ طبعا لا، أنا نحتسب شخصيا أنها غلط، ولكن لازم نشوف النظر قليلا إلى موجود قوات الناتو في الحدود الجزائرية والمشكلة التي تتطرح لها. نحن كلنا نعرف عن الحرب التي تشن اليوم ضد قوات القاعدة في هذه المنطقة تطرح مشكلة بتاتا للجزائر ولوجود قوات فرنسية شيئا ما على النيجر وعلى المالي. طبعا أن وجود قوات ناتو أقبل في الجزائر في ليبيا تطرح، لأن اليوم لها من طرحين، أول طرح الأول هو لابد من القوات الليبية، لا السلطة الليبية الجديدة تطمئن الجزائر لعدم وجود قوات الناتو في حدودها. النقطة الأخيرة هي المهمة، هي نافذة من الجزائر تفهم أن سيادة الشعب الليبي هو الحرية والديمقراطية وذهب إلى قوة أخرى، أن القذافي والسلطة ليس حل. طيب من واشنطن أستاذ وحيد، ألا تتفهمون المخاوف الجزائرية مما يقع في ليبيا من يعني وجود لقوات الناتو هناك، من ما تقوله الجزائر سيطرة لوجوه إسلامية تقول إنها متطرفة على المجلس الانتقالي، وربما حتى بعض تلك الوجوه كان قد شارك في الجهاد الأفغاني في أفغانستان في الثمانينات، هذه كلها مخاوف تساور القيادة الجزائرية، ألا تتفهمونها في المجلس الانتقالي الليبي؟ لا طبعا، هذا أعتقد أن هذا غير صحيح بتاتا، وهذا هو الفزاعة والبعبع الكلاسيكي لكل الدول الدكتاتورية اللي تستخدم فيه في تخويف الناس من أسباب وهدف أخرى. ما هو الغير صحيح؟ يعني الناتو ليس موجودا في ليبيا؟ لا وأنا صح إن شاء الله، يعني هو عملية البعبع عمت عملية وجود الإسلاميين في ليبيا. لم صح أخي من أخي جمال، أعتقد أن في خطأ كبير جدا يقول أنه هو خوف من الناتو هو السبب الرئيسي في من دولة الجزائرية. أعتقد أن هذا غير صحيح، لأن الرئيسي قلت واحد من الأسباب فقط، واحد من الأسباب. نعم جيد، هو أعتقد هذا مهما كانت هو هذا خطأ، أعتقد أنه هو ونحتسب أنه خطأ لو سمحت. طيب نعم. تفضل سيد وحيد. هو أعتقد أن موقفهم كان من الأول قبل حتى دخول الناتو كان موقف مبدئي، لأن هم اتفاقيات أمنية موجودة ما بين الدول المغربية وفعل التفعيل، والدولة الجزائرية طبعا التزمت بهذا الاتفاق. أو زي ما تعرفوا الفترة الأولى كانت هي ممكن أصعب فترة بالنسبة لنا نحن،
وكانت القوات الجزائرية يعني عسكرية موجودين على الأرض، وكان الدعم عسكري موجود على الأرض، وهي كانت في نواة الأولى، وهي المظاهرات السلمية الأولى يعني، فهمني كيف؟ وأخذوا موقف ضد الحليفة. هذا عملية ناتو مش صحيح. الشيء الثاني عملية الفزاعة الإسلامية، أعتقد كذلك هذا غير صحيح. زي ما تعرفوا هو خوف الجزائر حقيقة، هو خوف استراتيجي على نظام حكم، لأن يعتقد أن هذه الثورات كلها مفروض تجهد في أماكنها، وكان في محاولات كبيرة جدا من نظامين كبيرين في الدول العربية، النظام السوري والنظام الجزائري، يحاول يجهدوا التجربة الحرية في ليبيا، والتكلفة متاعها أن هي تكون عالية. طيب طبعا هذا حتى نعود إلى النقطة التي تهمنا في هذه الحلقة، وهي اتحاد المغرب العربي. هل تتوقعون أن تتحسن العلاقات بين المجلس الانتقالي والجزائر بما فيه صالح مستقبل اتحاد المغرب العربي؟ نعم، أنا أعتقد أن هي أكيد حتتصلح. ليش؟ هو السبب اللي كنا فيه نحن من الأول، أن هي حقيقة هي إرادات شعوب. الشعب الليبي والشعب الجزائري والتونسي والمغربي والموريتاني وكل الصحراء يعني حقيقة عندهم تجارب تاريخية، مرتبطين ارتباط يعني جذري بين هذه الشعوب، فهم يعني تصليح هذه المواقف. ماذا تعني إرادة الشعوب إن كانت هذه الشعوب مقبوعة من أنظمة؟ ماذا تعني يعني؟ لا تعني الكثير، وهذه أثبتتها في ليبيا. أنا أعتقد تجربة ليبيا وتونس هذه أكيد أن هي أثبتت أن الشعوب هي الأساس، فأكيد هذا سوف يفاعل على كل المغرب العربي. أنا أعتقد أن الفترة القادمة حتكون فترات لما تثبت الأمور في تونس وفي ليبيا واقتصاديات والدول ترجع، أنه حيكون في تساؤلات، والمجتمع المدني حيكون له دور كبير جدا في الأمر هذا. والعملية مش بالضروري يعني تغيير في الشعوب هذا يكون نفس التجربة في ليبيا. هذه الأمور أكيد أن زي ما قال أخي العياشي في الجزائر، أن في منظومة ديمقراطية موجودة في الساحة الجزائرية، أن هذه المفروض تفعل، وإن شاء الله نحن كل كمغرب عربي فهمنا كيف نفعل هذا. طيب، وتكون تجربة جيدة إن شاء الله. أستاذ جلال، الإرادة الشعوب هي العامل الحاسم. دعني أشير ونحن نتحدث عن الجزائر إنه الجزائر في الحقيقة يعني دولة محورية في الاتحاد في المنطقة، وهي دولة قد نقول الدولة المركزية، سواء لإرثها التاريخي، سواء لحجمها الجغرافي، سواء لحجمها السكاني، سواء لثرواتها وإمكانياتها، وبالتالي فهي دولة محورية، والحديث عنها يعني مهم. والحقيقة أن ما اتخذته من موقف تجاه التحرك الثورة سواء في تونس أو ليبيا كان خطأ حقيقي وخطأ يعني غير مقبول، لأنها في الحقيقة الجزائر تاريخيا كانت داعمة لحركات التحرر ليس فقط في الوطن العربي وإنما في العالم، ونحن نعرف الدور الذي قامت به الجزائر لدعم حركات التحرر في أفريقيا وفي العالم، وبالتالي أن تتخلى الجزائر عن هذا الدور وتدعم الدكتاتوريات أو تتحفظ عن ثورات شعوب تتطلع نحو الحرية والديمقراطية، ففي اعتقادي الجزائر في هذا وقعت في خطأ، ويتحمل في ذلك المسؤولية النظام وليس الشعوب. الشعب الجزائري عندما انتفض الشعب التونسي والشعب الليبي انتفض أيضا الشعب الجزائري، ولكن وقع قمعه ووقع يعني مصادرة حريته من جديد في التظاهر، وبالتالي فنحن نتطلع اليوم ولكن من أجل الاتجاه إلى باتجاه إيجابي. أنا في اعتقادي الجزائر اليوم هي باتجاه تصحيح هذا الخطأ، وعليها أن تصحح وتمضي أكثر. أليس الوقت متأخرا؟ نعم، لتصحيح ذلك الخطأ. ليس هنالك أمر متأخر في تصحيح الأخطاء، أن تأتي متأخر أفضل من لا تأتي أصلا. ومعيب أصلا على الجزائر اليوم، ومعيب عن مصر، ومعيب عن تونس أيضا، أن يصل إلى ليبيا بعد دخول طرابلس، دخول الثوار إلى طرابلس، أن يأتي يسبق ديفيد كاميرون ونيكولاس ساركوزي. نعم، إلى طرابلس ويصل الجزائر. ورجل طيب أردوغان أيضا. نعم، يأتي له. العمق الاستراتيجي في الحقيقة للجزائر هو ليبيا يعني، وبالتالي كان عليها أن تكون هي ظهير وهي الإسناد للثوار، وليس أنت تكون موقفها بين الانكفاء وبين في الحقيقة اتخاذ موقف سلبي من الثورات. لنستمع إلى وجهة نظر أحد الضيوف المغاربة الآن. ينضم إلينا من الرباط المحلل السياسي عادل بن حمزة. أستاذ عادل، مرحبا بك. مرحبا بك. الإعلان عن تأسيس اتحاد المغرب العربي كان في 17 من فبراير في مراكش بالمغرب، والأمانة العامة لهذا الاتحاد موجودة في العاصمة المغربية الرباط. أين هو المغرب الآن من اتحاد المغرب العربي؟
المغرب دائما كان من احد البلدان الاساسيه في المغرب العربي، ويجب قبل اتفاقيه مراكش كانت هناك اتفاقيه طنجه، بحيث ان المغرب كان ارضا دائما للقاءات التي تحمي مشروع المغرب العربي. اعتقد على ان الواقع في المغرب العربي هو واقع مأزوم، نظرا لان عديد من الانظمه السياسيه التي كانت في المنطقه لم تستطع ان تغير منطق الحرب البارده، وخاصه الحكام في الجزائر. اعتقد على ان حكام المرابيه والتحول البطيء الذي يسري في الجزائر هو الذي ينعكس سلبيا على الوضع في المغرب العربي. اليوم التحولات التي تجري في المنطقه هي تحولات مهمه جدا، وكان من المفروض ان يتم دعم التحركات الشعبيه في الوطن العربي وفي المغرب العربي بشكل اساسي، لكن الجزائر وحكام الجزائر اتخذوا موقفا سلبيا من الثوره الليبيه خاصه. وكانك تعلق كل اخطاء المغرب العربي والقيادات الاخرى على جماعه الجزائر. لا لا، ليس فقط حكام الجزائر، ولكن نحن نتحدث في الضف الحالي، لان الفرصه اليوم هذا التحول، هذا الربيع العربي يمنح فرصه حقيقيه. ولكن الاتحاد المغربي لم يعلن عنها قبل سنه او سته اشهر بعد بدايه الثورات، ولكن قبل 22 سنه. أنا أعتقد قبل 22 سنة كان تعبيرا عن النوايا، لأنه لا يمكن تجاوز الجغرافيا، الجغرافيا عنيفة، لا يمكن لا للمغرب ولا للجزائر ولا لليبيا ولا لتونس ولا لموريتانيا أن تغادر هذه الجغرافيا التي تحتضن هذه الشعوب التي تحلم بالمغرب العربي اليوم قبل الغد. وبالتالي هذا الإعلان منذ 22 سنة أعتقد بأنه كان إعلان نوايا وإعلان مبادئ، في حين أنه لم تكن هناك الأنظمة السياسية المقتنعة فعلا بأن يتحول المغرب العربي من مجرد اتفاقية مكتوبة أبيض على أسود إلى حقيقة واقعة معاشة، يعني المواطن في المغرب العربي يشعر بها ويحقق بها النمو. يكفي أن نقول بأن الدول المغرب العربي تخسر 1% من الناتج الداخلي الخام نظرا لغياب يعني المغرب العربي. إذا اليوم أعتقد على أن الشروط كلها متوفرة إذا وقع تحول في الجزائر. اليوم في المنطقة كلها الجزائر هي التي يجري فيها تحول بطيء، نظرا لان هناك جيل الان في المراديه لا زال ينتمي الى حقبه الحرب البارده، وبالتالي لم يستوعب هذه التحولات والتطورات التي تقع في الجوار، وهو كان يامل ان ينتصر معمر القذافي على الثوار الليبيين حتى لا تستحق. استاذ عادل، تحدثت بما فيه الكفايه عن الجزائر، لنتحدث عن المغرب. نعم. شيئا ما، ألم يكن المغرب يوجه بوصلته عادة نحو الاتحاد الأوروبي وفرنسا، ويعني يفاوض تلك الدول اقتصاديا بشكل منفرد وليس كعضو في الاتحاد المغاربي، وحتى كان ينافس دول أخرى في المغرب العربي حتى يفوز بعقود مع فرنسا بالتحديد اقتصادية، وذلك يحدث حتى مؤخرا في عقود مصانع السيارات في شمال المغرب، أيضا في مسألة الالتحاق المفترض بمجلس التعاون الخليجي، وكأنه يقفز على كل الدول المغربية والشرق أوسطية ويصل إلى اتحاد الخليج، يعني إلى مجلس التعاون الخليجي، كيف يفسر ذلك؟ نعم، اسمح لي أن أصحح. أولا، المغرب لم يقدم طلبا للالتحاق بالخليج، دول الخليج واتحاد الخليج هو الذي طلب من المغرب أن يلتحق، وهو رحب بذلك. الثانية، لا، النقطة الثانية هو أن أول إعلان الحكومة المغربية كان هو أن العمق الاستراتيجي والتاريخي للمغرب هو المغرب العربي من خلال جوابي على دعوة الخليج، بمعنى أن المغرب عبر دائما على أن امتداده الطبيعي هو المغرب العربي وظل متشبثا به الى اليوم، وبالتالي فلا يمكن، وانا شخصيا لا اتوقع ان يكون هناك اندماج في الخليج الا على المستويات السياسيه والاقتصاديه. ماذا عن الشراكه الاقتصاديه مع الاتحاد الاوروبي؟ الشراكه الاقتصاديه مع الاتحاد الاوروبي، المغرب ليس في وضعيه اختيار، عندما لا يكون هناك محيط اقليمي يساعد على التطور الاقتصادي فان كل بلد يبحث عن الوسائل وعن الاليات يطور اقتصاده. المغرب كانت اول ضحيه واكبر ضحيه لمشروع المغرب العربي، لان البلد الوحيد الذي مهدد بتقسيم وطنه هو المغرب، وبالتالي لا يمكن بناء وحده مغاربيه على بتر جزء اساسي من الوطن العربي. هل نتحدث عن المغرب العربي لخمسه دول او عن الجزائر التي تتحدث عن المغرب العربي لسته دول؟ اذا هذا هو الجزء الاساسي، وهذه العقده والتي يساهم فيها اساسا الحكام الجزائريون، والتي تبناها اساسا معمر القذافي الذي تبنى اطروحه في بوليساريو. ولهذا اعتقد بان هذا الموضوع موضوع اساسي، لا يمكن ان نطلب من الرباط ان تتجه الى وحده مغاربيه باطراف تحمل سكين وساطور لبطر جزء من الوطن المغربي. طيب، طيب واضح، اتوجه الى واشنطن استاذ وحيد برجان الان. يعني انا كنت اتحدث مع ضيفنا في المغرب حول علاقة المغرب بالاتحاد الأوروبي، أيضا تونس لديها علاقات اقتصادية وسياسية كانت قوية مع الاتحاد الأوروبي، موريتانيا أيضا تعمل على نفس البوصلة. الآن مع التواجد القوي للاتحاد الأوروبي والناتو والولايات المتحدة في ليبيا،
زد على ما قلته قبل قليل، هل كل هذه القوى العالمية ستسمح بتكون تكتل إقليمي شمال أفريقيا أو مغاربي قد لا يخدم مصالحها في المستوى سواء القريب أو البعيد؟ والله يسمح ولا يسمح، أعتقد أن هذه هي هذه هم ممكن يفكر تفكير هذا، بس نحن نعتقد أن طرحنا وقدرتنا الاقتصادية والسياسية هي في محيطنا المغربي، وهذه حقيقة، هذه ليس مجاملة وليس كلاما شفافا، بل هي استراتيجية ليبيا الجديدة، هي متفاعلة جدا بمحورها وتعتقد مستقبليا، وهذه نقشت حتى في المجلس، أن الدولة الليبية حتكون لها قوة اقتصادية مهمة جدا بإخوانها في المغرب العربي. ومنطقيا إذا كان ألم يفوز الأوروبيون والأمريكيون والأتراك بكل العقود الموجودة؟ لا، أنا حصل النقطة هذه، لأن أعتقد أن فيه بعض الحكومات الأوروبية ترى في ليبيا أبار وسلات ومزارع ومناطق، فهمني كيف، خام لبلدانها واقتصادياتها. نحن سوف لن نقبل بهذا الأمر، بل نحن حندخل في منظومة اقتصادية وأبعاد اقتصادية أن هي تكون متكاملة شاملة وفيها طاقات فعالة، أن هي تكون جزء من منظومة اقتصادية الأوروبية والعالم. وهذه لا نراها أن هي والله حتكون بتعاقدات بترول خام وإلا يعني مساحات أرضية وهذه الأمور، بل حتكون بصناعات وإنتاج متكامل، وهذا لن يفعل أو لن يكمل إلا بالمنظومة المغرب العربي. لن نستطيع نعمل هذا الأمر. أستاذ جمال، وأنت في فرنسا، أنت على دراية بالتغلغل الفرنسي في شمال أفريقيا باستثناء ليبيا أعتقد. سابقا كان يقال أن ذلك من أهم أسباب فشل الوحدة المغاربية. هل سيستمر الوضع كما هو عليه في المستقبل بعد هذه التغيرات، التغلغل الفرنسي والفرنكوفوني في شمال أفريقيا؟ طبعا التغلغل الفرنسي والفرنكوفوني مهم. على سبيل المثال الجزائر ليست عندها دور أساسي ومهم في فرانكوفونية على سبيل المثال، ولكن نحتسب أن الهوية المغاربية وهوية الشعوب المغاربية أهم. التحولات الحالية التي تجري في المغرب العربي مهمة، وسوف تكون لها انعكاسات مهمة، ولكن مهما دور فرنسا ومهما أي دولة أخرى، إذا زعماء العرب، إذا شعوب، أولا زعماء المغاربية وشعوب المغاربية كانت لها هوية حقيقة للتحولات، فستنجح هذا المشروع. نعطيك يا أخي لو سمحت مثال واحد. الاتحاد الأوروبي بني على تكنوكراتية وبين بين 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 مجتمع هوية سياسية فقط، بدون بغض النظر على الشعوب الأوروبية. وهذه الأزمة التي تعيشها اليوم أوروبا ليست هي إلا لانعكاسات على هذه الهوية التي لم يأخذها الزعماء الأوروبيين بعين الاعتبار. إذن لازم من المغاربة أن يحكموا بين الاعتبار هذا الغلط، ويبدأوا ببناء مغاربي على المجتمع المدني وعلى الشعوب المدنية قبل كل شيء. طبعا المجتمع السياسي مهم والسلطة السياسية مهمة، ولكن لازم قبل. إذا دور فرنسا ودور أي دولة أخرى التي عندها مصالح قبل كل شيء، فرنسا عندها مصالح في ليبيا، عندها مصالح في الجزائر، عندها في موريتانيا، عندها كلا دولة، ولكن مصالحها سوف تتبعها وسوف تتهم بها مهما كان الأمر. ولكن لازم من الشعوب المغاربية تفهم بأنها متكاملة ولازم لها من دور وحدوي قبل كل شيء. طيب، أتوجه إلى ضيفي في المغرب، والسؤال مرتبط بنوعية التكتلات التي الإقليمية التي تنجح والأخرى التي تفشل. طبعا يعني قد لا نكون يعني مبالغين إن قلنا أن اتحاد المغرب العربي قد فشل حتى هذه اللحظة، ربما قد ينجح في المستقبل، ولكن هناك تكتل إقليمي آخر، مجلس التعاون الخليجي، الذي أثبت نجاحه على مر السنين التي عمل خلالها. يعود ذلك كما يقول المراقبون إلى أن هناك تشابهات وتطابق في البنية الاقتصادية في الخليج العربي وفي الأنظمة السياسية. في المغرب العربي هذا مفقود تماما، ما يعني أن أي مستقبل للتكتل الإقليمي في شمال أفريقيا وهو اتحاد المغرب العربي لا يمكن أن ينجح أبدا. لا لا لا، لا لست أنتمي إلى هذه النظرة المتشائمة، ولكن أقول بأن التحولات الجارية الآن تساعد في خلخلة هذا المنطق الذي تراكم لمدة 50 سنة. نعم، كانت هناك أنظمة سياسية متباينة في المغرب العربي، كانت هناك ولاءات مختلفة في زمن الحرب الباردة وامتدت سنوات فيما بعد، وهذا أثر بطبيعة الحال على العلاقة بالأنظمة السياسية،
أعتقد على أن التحولات اليوم في المغرب العربي والتي هي التحولات لا زالت في مرحلة انتقالية لا يمكن الحكم عليها بصفة نهائية، أعتقد على أن الانتصار اليوم للديمقراطية ولصوت الشعوب سينتهي بنا إلى بناء مغرب عربي قوي على نفس الأسس التي نجحت فيها تكتلات إقليمية أخرى. أعتقد على أن المغرب العربي مؤهل أكثر من أي تكتل إقليمي آخر للنجاح. أولا الموقع الاستراتيجي، تكامل الاقتصادي الموجود بين البلدان الخمسة سواء على مستوى الطاقة، على المستوى الفلاحي، على المستوى الصناعي، على مستوى الكفاءة الأطر، على المستوى الديموغرافي. أعتقد أننا بنية مثالية لبناء تكتل إقليمي قوي جدا في منطقة شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط. ولهذا أعتقد بأنه الرهان الحقيقي يجب أن يكون على الدعم هذا التحول الديمقراطي الموجود الآن في المنطقة. الانتكاسة ستكون إذا فشل هذا التحول، لأن هذا سيصيب شعوب اليأس. وإذا أصيبت شعوب المنطقة اليأس فأعتقد بأننا سنفتقد إلى البوصلة التي والدافع الأخلاقي الذي يسند مبادرة المغرب العربي منذ الكفاح المشترك من أجل الاستقلال، وخاصة بالنسبة لتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا كبلدان خضعت لنفس المستعمر، والعلاقة مع ليبيا التي كانت دائما في صلب مشروع المغرب العربي. أستاذ جلال هنا، اسمح لي أستاذ عادل، أود أن أسأل ضيفي أستاذ جلال هنا في الاستوديو، ربما الوجه الوحيد من أوجه التعاون التي كانت تعمل فعلا بين وزراء بين دول المغرب العربي مسألة التنسيق الأمني، ونحن نعلم أن اجتماع وزراء الداخلية العرب الذي كان يعقد في تونس كان من أنجح الاجتماعات، لا تشوبه شائبة ولا أي خلاف. هل هذه النقطة الوحيدة المضيئة وإن كانت هي مظلمة شيئا ما التي كان يتحد فيها الدول المغاربية؟ نعم، ولذلك نحن أشرنا إلى أنه الخلفية التي تأسس عليها الاتحاد المغاربي، الخلفية التي حركت هؤلاء القادة، هي خلفية أمنية من أجل تكتل إحداث منظومة أمنية يمكن التنسيق فيما بينها للسيطرة على الشعوب وللسيطرة على الاحتجاجات. ولكن في تقديري أنه منطقة المغرب العربي اليوم التي تضم أكثر من حوالي مليون نسمة، حوالي 100 مليون نسمة، منطقة مساحتها حوالي 6.5 مليون كيلومتر مربع، منطقة يعني لو تتكامل مع مصر فقط عدد السكان أكثر من 170 مليون. هذه المنطقة في الحقيقة قوة إقليمية كبيرة. يمكن أن يكون لها دور تاريخي مهم. فاضطر أن نتوقف هنا، شكرا جزيلا لك. في ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، أشكر كل ضيوفي في الاستوديو. كان معي الأستاذ جلال الورغي مدير المركز المغاربي للبحوث والتنمية، ومن واشنطن وحيد برجان عضو المجلس الانتقالي الليبي، وأيضا من باريس جمال ولد محمد القانوني والناشط السياسي الموريتاني. كما أشكر العياشي دعدوعة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الجزائرية الذي كان معنا عبر الهاتف من الجزائر، وعادل بن هيثم الذي كان معنا من المغرب أيضا الصحفي والمحلل السياسي. وهذه تحياتي وتحية فريق البرنامج، شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم.